كيف وصل الإمام الحسين عليه السلام إلى مدينة كربلاء؟ ولماذا اختار هذه المنطقة؟ كيف رسم خارطة تموضع الخيام؟ كيف قسم الخيام داخل منطقة حربية؟ وما هو شكل القيادة الروحية والمعنوية في المعسكر الحسيني؟ وما هي أبرز الحوارات التي دارت بين الحسين وأهل بيته والأنصار؟ في مسيرة البحث عن الخلود ومواجهة الباطل، كان للحسين عليه السلام مواقف وآثار عديدة. لعل أبرز ما سجل وما وثق ذلك هو ما يستحضر اليوم من مسار بدأه الحسين من المدينة المنورة ووصولا إلى مكة، متوجها إلى العراق بما مر به من مدن عديدة، حتى وصل ركب الإمام الحسين عليه السلام إلى ناحية البيضة بعد أن وقعت مشادة كلامية بين الحر والحسين لامتناع الإمام الحسين عن الاستجابة لرغبة الحر في أن يستقدم الإمام إلى عبيد الله بن زياد. فثار الإمام من هذا الكلام وصاح: والله لا أتبعك. كاد الوضع أن ينفجر باندلاع الحر، إلا أن الحر قال للحسين: إنني لم أؤمر بقتالك، وإنما أمرت بأن لا أفارقك حتى أقدمك نحو الكوفة، فإذا أبيت ذلك فخذ طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يردك إلى المدينة حتى أكتب إلى ابن زياد. واتفقوا على هذا الأمر، فتياسر الإمام عن طريق العذيب والقادسية، وأخذت قافلته تطوي البيداء حتى وصلوا ناحية البيضة. وحيثما نقف نحن الآن في هذه المنطقة وهذا الشارع الذي الآن يسمى شارع الشهداء، وبمقربة من التل الزينبي، وأيضا بمقربة من تل السدر، وليس ببعيد عن موقع الخيام. هذا الموقع الذي كان شاهدا واضحا وواقعا على ما دار به الحسين وعلى ما عاشه الحسين عليه السلام خلال العاشر من محرم، حيث المقتلة الكبيرة والاستبصار الكبير الذي ظهر به أنصار الحسين عليهم السلام، والشجاعة المنقطعة النظير التي أظهرها أهل بيت الحسين بعدما انحسر المشهد واختزلت الأمة ب72 ناصر للحسين. وعندما وصل الإمام عليه السلام إلى منطقة البيضة الواقعة بين العذيب وواقصة، خطب بجيش الحر بن يزيد الرياحي، وكان خطابه عليه السلام يحوي من النقاط المهمة أولها إنه إنما أعلن الثورة على حكومة يزيد استجابة للواجب الديني الذي كان يقضي عليه، فإن الاسم لا يقر بالسلطان الجائر ويلزم بمناهضته. والأمر الثاني إنه ندد بالأمويين
وشجب سياساتهم القائمة على طاعة الشيطان ومعصية الرحمن وإظهار الفساد وتعطيل حدود الله وتحليل الحرام وتحريم الحلال. والرسالة المهمة في الأمر الثالث إنه عليه السلام عرض لهم إنه إذا تقلد شؤون الحكم سيجعل نفسه مع أنفسهم وأهله مع أهاليهم من دون أن يكون له امتياز عليه. وقد ذكر عدم استغرابه عليهم أن نكثوا ببيعتهم، فلما سمع الحر بهذا الخطاب أقبل عليه وقال: إني أذكرك بنفسك، فإني أشهد لئن قاتلت لتقتلن. فانبر الإمام عليه السلام قائلا: أفبالموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ فتمثل له بقول أخو الأوس: سأمضي وما الموت عار، على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما. في هذا المقطع الشعري المهم مما أورده الحسين عليه السلام يظهر مدى الإصرار والوضوح والبصيرة والعزيمة والقدرة على أن يكمل المسير في مواجهة الباطل، الباطل الذي تجلى في سنة 61 للهجرة بآل أمية، الباطل الذي يتجلى في العديد من الصور اليوم. وكيف يكون الإنسان مصراً على تحمل المسؤولية؟ وكيف يكون الإنسان مصراً على أن يبذل مهجته وأن تقتل عياله ويضحي بكل ما يملك من أجل قول كلمة الحق عند سلطان جائر؟ بعد ما اجتاز ركب الإمام الحسين ناحية قصر بني مقاتل، وصل رسول إلى الحر قادماً من الكوفة. طبعاً ناحية بني مقاتل أو هذه المنطقة تحديداً الآن هي ذات المنطقة الممتدة من الكوفة إلى كربلاء، ولكن في الجزء الغربي منها، هذه تحديداً وفق الخرائط اللي حصلنا عليها. المهم، هذا الكتاب الذي جاء إلى الحر من عبيد الله بن زياد والي الكوفة كان نصه يقول: أما بعد، فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابي، أقدم عليك رسولي، فلا تنزله إلا بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء، وقد أمرت رسولي أن يلزمك فلا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك أمري والسلام. فقرأ الحر نص هذه الرسالة على الإمام الحسين، فأراد الإمام أن يستأنف سيره متجهاً صوب قرية أو ما، فمنعهم الحر وقال: لا أستطيع. فاجتمع زهير بن القين بالإمام الحسين ليتباحثا حول هذا الأمر، فقال زهير مخاطباً الحسين أنه لا يكون بعد ما ترون إلا ما هو أشد منه يا ابن رسول الله، وإن قتال هؤلاء الساعة هو أهون علينا من قتال من يأتينا بعدهم، فلعمري يأتينا من بعدهم ما لا قبل لنا. فأجاب الإمام عليه السلام: ما كنت لأبدأهم بقتال. فتابع زهير قائلا: سر بنا إلى هذه القرية حتى ننزلها، فإنها حاصينة وهي على شاطئ الفرات، إن منعونا قاتلناهم، فقتالهم أهون علينا من قتال من يجيء بعدهم. فسأل الإمام عليه السلام عن اسمها، فقيل: العقر. فتشاءم منها
راح يقول: اللهم إني أعوذ بك من العقل. على العالب ميت من نوم تهجور بعد امتناع الإمام الحسين عليه السلام على النزول في أرض العقل، وصل ركبه عليه السلام إلى كربلاء. بعدما أصر الحر على أن ينزل ركب الإمام فيه، فسأل الإمام عن اسم هذا المكان فقيل كربلاء. دمعت عيناه عليه السلام وقال: اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء. وطفق يحدث أصحابه وقد أيقن بنزول الرزق القاصم قائلاً: هذا موضع كرب وبلاء، انزلوها هنا، مناخ ركابنا ومحط رحالنا وسفك دمائنا. فاستذكر في ذلك عندما كان مصاحباً لأبيه أمير المؤمنين علي وهو سائر إلى صفين، وقف بذات البقعة هذه عندما قال: ها هنا محط رحالهم ومهراق دمائهم. فسئل الأمير علي عن ذلك فأجاب: نفر من آل محمد ينزلونها هنا. فأمر الإمام عليه السلام أهله وأصحابه بنصب الخيام بذات المكان الذي نقف به نحن الآن. وكان ذلك يوم الخميس الثاني من محرم الحرام لعام 61 للهجرة. على العالب ميت من نوم تهجور وفق الوثائق والسجلات التي بحثنا فيها مما يتوفر لدى سجلات العتبة الحسينية المقدسة، فإن عملية التغيير حصلت ما بعد حقبة العثمانيين من منطقة أو حي آل عيسى إلى أن يعاد إلى أن تسمى بمنطقة المخيم الحسيني. على جانبها الأيسر بالتحديد بالجزء الغربي منها تكون محلة القزوينية حتى الآن كما تسمى، وأيضا في الجانب الشرقي كما ذكرنا منطقة الطاق أو طاق الزعفران أو منطقة الزعفران، نسبة إلى السيد إبراهيم الزعفراني الذي قاد ثورة ضد العثمانيين وحرك المؤمنين ومن يتواجد أو من كان متواجدا في كربلاء المقدسة لمواجهة العثمانيين. سميت هذه المنطقة أيضا بهذا الاسم. بالعودة أيضا إلى الأصل التاريخي، أن هذه المنطقة جرت عليها متغيرات كثيرة ابتداء من الشواهد التلال التي كانت حاضرة هنا، وبسبب العمليات الديمغرافية فضلا عن ما يتعلق بالبيئة والمتغيرات البيئية، أصبحت هذه المنطقة كلها بشكل كامل هي منطقة منبسطة، بالرغم من أن القراءات التاريخية وفق السجلات وفق ما دونه أيضا المدونون والرواة أن هذه المنطقة كانت هي وادٍ، وذات ما نتواجد نحن به الآن هو كانت عبارة عن تلال ومرتفعات، بالإشارة أيضا إلى التل الزينبي، المكان الذي وقفت عليه السيدة زينب يوم العاشر من محرم، وأيضا على مقربة منها أيضا تل السدر. هذه الشواهد توحي إلى أن ما حصل ما جرى في هذا المكان يجب لكل زائر ولكل مختص أن يدق كثيراً بكل ما يقول، بكل ما يتحرك، بكل ما يتصرف، لأن هذه المنطقة مع ما تحمله من قدسية ومع ما تحمله من دماء لخيرة المؤمنين والمسلمين بذلت ونزفت في هذا المكان
هي دلالة على مستوى التضحية والعطاء الذي كان حاضراً لدى الحسين وأنصاره من أجل الحق. بعد ما أمر الإمام الحسين عليه السلام أهله وأصحابه وأهل بيته لنصب الخيام بموقع كربلاء، وقف بذات المكان الذي نقف به، يعني نحن داخل المخيم وبالنتيجة بهذه الأجزاء من هذا الموقع، وقف ونظر إلى أهل بيته وأصحابه نظرة عطف وحنان، وأيقن أن هذا الجمع عن قريب سوف يقتل، فأغرق بالبكاء ورفع يديه بالدعاء وقال: اللهم إنا عترة نبيك محمد صلى الله عليه وآله، قد أخرجنا وأزعجنا وطردنا عن حرم جدنا، وتعدت بنو أمية علينا، اللهم فخذ لنا بحقنا وانصرنا على القوم الظالمين. فاتجه ناحية أصحابه وقال لهم: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطون ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. فتم نصب الخيام على شكل هلال حربي، من الميمنة خيمة زهير بن القين ومجموعة من الأنصار، وفي الميسرة حبيب بن مظاهر الأسدي ومجموعة أخرى من الأنصار أيضاً، فيما جعل الإمام الحسين عليه السلام قلب الخيام له ولأهل بيته عليهم السلام. خطب الإمام الحسين عليه السلام بأصحابه بعدما نصبت خيام الركب الكريم، حيث بيّن الإمام في خطابه عما نزل من المحن والبلوى، وأعلمهم أن الظروف مهما تلبدت بالمشاكل والخطوب فإنه لا ينثني عن عزمه الجبار لإقامة الحق الذي خلص له. وهو إذ يبين سبب ذلك عليه السلام إنما ليشارك أهل بيته وأصحابه المسؤولية بإقامة الحق اللي آمن به واختار قاعدة صلبة لنهضة الخالدة، وهذا ما كان في نص خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد نزل بنا ما قد ترون، وأن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم يبقى منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. يناي على العالب ميت من نوم تهجور، دوري عليك يا ابن أمي، أيام هاي الدنيا أيام. بعدما أنهى خطابه عليه السلام قام زهير بن القين مخاطباً
الإمام الحسين عليه السلام وقال: قد سمعنا هداك الله يا ابن رسول الله مقالتك، ولو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها. وقام أيضا بورير بن خضير وقال: يا ابن رسول الله، لقد من الله بك علينا أن نقاتل بين يديك وتقطع فيك أعضاؤنا، ثم يكون جدك شفيعنا يوم القيامة. وبعدها بعث الإمام الحسين عليه السلام برسالة إلى أخيه محمد بن الحنفية وسائر بني هاشم، ينعى فيها نفسه الشريفة وأعرب فيها عن دنو الأجل المحتوم منه. وكان نص هذه الرسالة: أما بعد، فكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل، والسلام. وهذه الرسالة هي أوجز رسالة كتبت في مثل هذه المحن الشاقة التي تعصف بالحسين.